في الشؤون الدولية أو ردود الفعل الدولية، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون قرر إرسال أو من المنتظر أن يرسل أو ترسل الولايات المتحدة قوات إضافية إلى جيبوتي تحسبا للحاجة إلى المساعدة في إجلاء محتمل من السودان. والآن تنضم لنا من واشنطن مراسلتنا ريما أبو حمدي. أهلا بك ريما. إذا حتى تكون ريما جاهزة معنا، إذا ريما جاهزة في هذه اللحظات. ريما، إذا قوة إضافية أمريكية إلى جيبوتي في تحسبا لعملية الإجلاء، لكن السفارة الأمريكية في الخرطوم تقول إنه من الصعب الآن القيام بمثل هذه العملية في ظل هذه الاشتباكات. هل من ملامح للخطة الأمريكية التي تحدث عنها مسؤولون أمريكيون بالأمس؟ يعني وهذا ربما لماذا تريد الولايات المتحدة أن ترسل المزيد من القوات إلى المنطقة. جيبوتي هي المكان الذي ستذهب إليه هذه القوات تحسبا لاحتمال إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من الخرطوم. هناك نحو 70 دبلوماسي أمريكي متواجدين في السفارة الأمريكية أو يعملون في السفارة الأمريكية في الخرطوم، وإذا كان هناك حاجة لإجلاء هؤلاء ستقوم الولايات المتحدة بإجلائهم. هل تم وضع خطط لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين؟ وأشدد فقط أنه فقط سيتم إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين في حال تم وضع مثل هكذا خطة. نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان قالت في إحاطة لأعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن الوضع في السودان أنه لن يتم إجلاء الرعايا الأمريكيين على الأقل في هذه المرحلة، لا يوجد خطط. ولكن من جانب آخر يدرك المسؤولون الأمريكيون العسكريون وغيرهم أن الوضع في السودان متقلب بشكل كبير. هناك الكثير من العراقيل الأمنية التي تحول دون إجلاء الرعايا الأمريكيين والدبلوماسيين الأمريكيين من الخرطوم، وبالتالي مثل هذه القوات ستكون إضافية في حال كان هناك بالفعل خطط لمثل هكذا عملية. مرة أخرى، لا يوجد حتى هذه اللحظة ملامح لمثل هذه العملية أو قرار حتى من قبل الولايات المتحدة بإجلاء الرعايا أو الدبلوماسيين الأمريكيين من الخرطوم في ظل الجهود الأمريكية المبذولة في هذه اللحظة بشأن الوضع في السودان. فرقة أو عمليات، مكتب عمليات، فريق أمريكي تم تشكيله كما نقلت وسائل الإعلام من قبل الإدارة الأمريكية لمتابعة الوضع في السودان. الإدارة الأمريكية تجري العديد من الاتصالات مع الشركاء والحلفاء وأيضا مع طرفي النزاع في السودان في محاولة ربما للتوصل إلى تهدئة. موقف الولايات المتحدة حتى اللحظة هو الدعوة إلى الهدوء، احترام وقف إطلاق النار، العودة إلى مسار المفاوضات والاتفاق الإطاري الذي تؤيده الولايات المتحدة. في ظل كل ذلك أيضا فورين بوليسي تحدثت أو نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تعد لفرض عقوبات على عسكريين من السودان. لم تسمي هؤلاء العسكريين ولم تفصح عن طبيعة هذه العقوبات التي يمكن لواشنطن أن تفرضها، ولكن حتى ذلك يواجه الكثير من الجدل داخل الإدارة الأمريكية نفسها. يجادل البعض بضرورة فرض مثل هكذا عقوبات في أسرع وقت ممكن، وإن كانت هذه العقوبات متأخرة أو مثل هذه الخطوة الأمريكية لا. كما يرى البعض متأخرة وضعيفة. يجادل الطرف الآخر أن مثل هكذا خطوة ستؤدي بالبرهان وحميدتي إلى الذهاب إلى حلفاء آخرين مثل روسيا والصين وإبعاد الولايات المتحدة أكثر وأكثر عن المشهد في السودان، وربما أيضا يضعف النفوذ الأمريكي ليس فقط في السودان ولكن في المنطقة ككل. يبدو أن على الأقل كما يرى البعض الموقف الأمريكي حتى هذه اللحظة غير معلوم بالضبط، والهدف الأساسي للإدارة الأمريكية هو الحفاظ على أمن الرعاية والدبلوماسيين الأمريكيين في الخرطوم. أشكرك مراسلتنا ريما أبو حمدية، كنت معنا من واشنطن.